زلنا مع كرة الطائرة، حيث فاز فريق السيدات بنادي الزمالك على فريق الكحول الإثيوبي بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء في ثالث مواجهات الفريق ببطولة إفريقيا اللي بتستضيفها مصر، تحديدا النادي الأهلي، ليتأهل أو تتأهل سيدات الزمالك إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة. الزمالك كان حقق الفوز على أسيك ميموزا الإيفواري في أول المباراة بنتيجة 3-0، وفاز أيضا في المباراة الثانية على بجاية الجزائري بنتيجة 3-1 أول أمس.